عم جربي تعملي. تطورات الحلقة الجاية. قلبي مش بتطمن أبدا، هيئته بيي مختفي. أدهم بيضعف قدامها. كريم كتير بيشبهك أنت وصغير. هي طالع بيشبه الكل إلا بيي. وبده يحطمها. شو قال لك؟ حيلا بنت قرشان وكلمتين حلوين مثلها بتخطر. كل مالك وأملاكك ما قدرت تحصل عليها وتحببها فيك. زيارته وشافته شو عملوا فيك اتطلعي. هيك الكارثة بتوقع. لك الحقيقة رح يموت فيك. انت هيك تعرفني مين خلف هيدا العمل الاجرامي؟ أدهم بيك. من العار اللي جبتيه لحالك وخذي بناتك واختفوا من هون. طيلة شهر رمضان الكريم 9:30 المساء على الام تي في.